كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ما تيجي احكي لكم حدوتة جديدة عن عالمة فلك أندلسية، بتعتبر أول عالمة فلك في العالم، عالمة بتاء التأنيث، واحدة من ألمع النساء الأندلسيات اللي أسهموا في صناعة التاريخ. اسمها فاطمة المجريطية. فاطمة المجريطية بتنتمي للحضارة الإسلامية اللي امتدت وقتها من الصين للأندلس في أسبانيا حالياً، وشهدت ازدهار علمي وثقافي وحضاري. فاطمة كانت بتعيش تحديداً في مدينة قرطبة اللي كانت وقتها عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس، واللي كانت مركز للإشعاع الحضاري والعلمي والفني في العالم كله. فاطمة المجريطية كانت بتحظى بإعجاب واحترام العلماء في كل مكان، والحكام والناس بسبب العلم والنبوغ اللي هي فيه. لكن مين هي فاطمة المجريطية بالتحديد؟ والدها هو أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي، عالم الرياضيات والكيمياء والفلك، واللي رحل لقرطبة لتلقي العلم وعرف بإمام الرياضيين في الأندلس. لقبت بفاطمة المجريطية، وطبعاً ده نسبة إلى والدها العالم المجريطي، لأنه أصلاً من مدينة اسمها مجريط. طيب إيه هي بقى مجريط؟ هي مدريد اللي اتولد فيها، مدريد الحالية عاصمة أسبانيا. عاشت فاطمة في الأندلس ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحداشر الميلادي، واشتغلت مع والدها على تدقيق وتصحيح جداول الخوارزمي الفلكية، وتصحيح التقاويم، وحساب مواضع الشمس وتحركاتها، والقمر والكواكب بشكل في منتهى الدقة. وقامت بوضع جداول لعلم الفلك الكروي، وحساب للكسوف وللخسوف. فاطمة طبعاً تتلمذت على إيد والدها اللي كان بيترجم ويطور كتب العلماء الإسلاميين واليونانيين والمصريين في الفلك والرياضة والكيمياء، واشتغلت معاه في دراساته وأبحاثه سواء في علوم الرياضيات أو في علوم الفلك. وقررت فاطمة المجريطية إنها تبقى أيضاً جزء من حركة التأليف العلمي، وبتعتبر تصحيحات فاطمة هو واحد من أبرز الكتب اللي اتعمل من ضمن مؤلفاتها. وطبعاً عندها كتاب آخر شهير جداً اسمه رسالة حول الإسترلاب، وهبقى أشرح لكم مرة تانية الإسترلاب ده معناه إيه أو بيعمل إيه، واللي شرحت فيها استخدام هذه الأداة الفلكية، لأنها أداة مهمة جداً في الحساب والرصد الفلكي. وكتابها ده محفوظ لحد دلوقتي في مكتبة سكوريال الشهيرة في أسبانيا. فاطمة كانت بتتبادل الرسائل والمعلومات والأبحاث مع علماء كتير جداً في أرجاء العالم الإسلامي. فاطمة المجريطية لها إسهامات حقيقية ملموسة لحد دلوقتي في نهضة العلوم في أوروبا وفي العالم كله، ودي كانت يمكن لمحة بسيطة عن عالمة أندلسية مسلمة اسمها فاطمة المجريطية.